بعد ما شفنا مع حضراتكم مشاهدينا الجايزة، حبينا ان احنا نتكلم دلوقتي مع دكتور احمد عاطف، عميد كلية الهندسة بالجامعة الكندية CIC وعضو كمان لجنة تحكيم لفكام. اهلا بحضرتك دكتور، وسعداء جدا ان حضرتك معانا النهاردة. اهلا بحضراتكم، تشرفنا بيكم. اكيد يعني انا عايزة اتكلم مع حضرتك في البداية بقى، احنا 4 ايام فعاليات لفكام. تمام، احكي لنا عن الفعاليات كانت عاملة ازاي؟ الفعاليات الحقيقة كانت بوزيتيف جدا، وخلينا نقول ان هي جاية برا للووف وربن اربن فورم، صحيح، وبالتالي فلا الاقبال ما كانش مقضي، فده كان شيء محترم. يبدو ان هو اسبوع ثقافي عمراني جميل على مصر يا رب ان شاء الله. كان الاقبال كبير جدا جدا، القاعات كلها كانت مليانة باحثين وناس من برا مصر، ومليانة كمان من أودينس عاديين، ودي حاجة، وطلبة طبعا. فده كان نقطة إيجابية جدا في العرض بتاعه. ردود أفعال الضيوف كانت عاملة إزاي خلال الفعاليات الـ4 أيام كمان والمنتدى الحضري؟ حضرتك أكيد قابلت ناس كتير واتكلمت معاهم، خصوصا أن النهاردة ده مصر بتستضيفه يعني. مظبوط، ردود الأفعال كلها خلينا نقول معظمها عشان نكون إيجابيين، إيجابية جدا، لأن مش كتير واخدين فكرة عن مصر، عن المستوى الحضاري اللي وصلنا له. فبس التعليق الأكبر إنهم فوجئوا بهذا المستوى من العمران، سواء كان كما أو كيفا. وده كان واضح في المناقشات، وواضح في المقارنات بين المشروعات بينها وبين بعض. فالمشروعات اللي مصر تقدمت بيها لم تقارن بالمشروعات اللي الدول التانية تقدمت بيها، يمكن أشرحها لاحقا. ودي كانت حاجة طبعا حلوة جدا لينا، قمة الإيجابية، لسبب احنا عارفين طبعا شركة العاصمة متقدمة بالمشروع الكبير العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي كان أول سؤال ويتسأل ليا جنبي، هي أحمد دي من كام سنة، احنا ابتدينا في الفكرة من 8 سنين، ابتدينا ننفذ من 6 سنين، وما صدقوش الكلام ده الا لما كان في تور بالنهار و داخل العاصمه الاداريه الجديده. فهو شاف البرزنتيشن، والتيم اللي المحكمين شافوا البرزنتيشن، ما حدش، ولكن على الحقيقه مختلفه تماما، تفرق جدا. وده رفع اسهم المسابقه جدا جدا. فبقت شركه العاصمه بالمسابقه بتاعتها او بالمشروع بتاعها في اتجاه، وبقيه المشاريع في اتجاه. انا لا اقارن بقيه المشاريع، مشروعات عملاق، بس ابجريدنج او تطوير لمدينه صغيره، تطوير لبعض مشاكل بيئيه، بعض مشاكل، انما انشاء مدينه فروم سكراتش بناء على اسس بيئيه ومستدامه، ودي اسس المسابقه والمؤتمر بصفه عامه، فكان شيء ايجابي جدا جدا. شركه العاصمه كانت بتنافس على 3 جوائز في المؤتمر، لو حضرتك تكلمني عنه. الـ3 جوائز ترتيبا من الاعم والاشمل والاكبر اللي هو مشروع العاصمه نفسه، ثم الأقل تركيزا أو مباني الحي الحكومي، وده كنا داخلين فيه كبروجكت مش كمدينة، وأخيرا التكنولوجي المستخدمة في العاصمة. وبالتالي دول 3 جوائز من الأكبر فالوسط فالأقل، مش أقل، مش إقلالا منها، بس حجما وعدد سكانا وتكلفة وهكذا. فكان دي معايير التقييم، كان في معايير محدده يا فندم، ودي احنا بالفعل حققناها داخل العاصمه الاداريه. يعني مش عايز ابالغ لو قلت بنسبه 100%، لان كانت المعايير محدده وواضحه للجميع، لجميع الكومبيتيتورز من قبل ما، او المتنافسين من قبل ما يدخلوا من سنه، متحدد معايير الاستدامه، البيئه، وخدمات الطاقات المتجدده، كلها معايير مرتبطه بما هو حديث العالم حاليا. كل بند من بنود المسابقات الثلاثة اللي اتخذت بيها شركة العاصمة كانت ملتزمة بيها، لأن أساس شركة العاصمة أو العاصمة الجديدة إنها كانت مدينة ذكية سمارت، خضراء، مستدامة. فكانت المعايير دي ما كانش فيه صعوبة إن احنا نحكم وتاخد، يعني مش عايز أقول بس أرقام، بس تقريبا فول مارك في كل أو في معظم النقاط. طيب يا فندم، ردود أفعال الدول المنافسة كانت إيه على مشروع العاصمة الإدارية؟ هما الحقيقة كانوا مبهورين بكم الإنجاز وكم الالتزام بالمعايير البيئية اللي اتعملت، لأن كل واحد بيتفرج
وغصب عنه هو بيقارن طب انا مشروعي صحيح. كان عامل ايه. فالمشروعات عندهم مستدامه وعاملين، بس كل واحد في قطاع صغير، مره قطاع النقل، مره قطاع التكنولوجي، مره قطاع المناطق قطاعات مختلفه وسط البلد عندهم. فمشروعات محدوده وقطاعات مختلفه. صحيح. انا بهني حضرتك على حفل الاختتام ويكونوا سعداء الحقيقه، واحنا بنشوف الفعاليات ما بين الدول مختلفه وحاجه عظيمه جدا يعني طليق بينا وبالعاصمة الإدارية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا ليكم. وكلمة أخيرة، إن ودي حقيقة حصلة، إن قد أكون أنا وزمايلي المصريين في أصعب وقت إن بحكم مشروع لبلدي وأنا مصري وأنا مصري وللأمانة طلبت منهم إن أنا أحيد صوتي، بس هم رفضوا، قالوا أنت واحد وانت لازم تبقى سبجكتيف، وبالفعل قلت رأيي بما يرضي الله، والحمد لله إنهم استحقوا ما سعوا إليه. صحيح. وألف ألف مبروك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا.